حاضرين هاد الناس هادو في اطار هاد الاقصى اللي كانت المغامره التنسيقيه ديال دواوير هي في مدينه جديده. ممكن نعرفوا شنو السبب ديال هاد التجاوز؟ اولا هاد الوقفه اليوم ليست هي الاولى، بل سبقت مجموعه ديال الوقفات الاحتجاجيه اللي كانت على مدار السنوات السابقه. اخرها توجد محضر، توقيع محضر مع الدواوير بموجبه يتعهد رئيس المجلس البلدي بربط هذه الدواوير، وتم التنصيب ولا تحديد سقف ديال 6 ديال المليون درهم، وقعت السلطه الوصيه وقعت الوكاله المستقله للتوزيع. باش نتعرف هذا 23 شتنبير 2014 باش توقع هذا المحضر، والناس راه كاين لكن من ذاك التاريخ الى الان مازال هناك تلكم ولازال هناك تماطل ولازال هناك تهميش لهذه الدولة. هذه الوقفة ديال اليوم تاتي من اجل والسلطه رجعت لهم هذاك الاتفاقيه، اتفاقيه ديال الشراكه وها البلديه، بداو يحددوا الدواوير، وبالتالي الخطير في الامر انه ما غاديش كتقول لك بانه راه غادي تكلف هذه المساله هذه 7 ديال المليار، يعني 7 ديال المليار ماشي هي 600 مليون، 7 ديال المليار دازت من وراها في 2015 دوره اخرى، اللي قالت لك هذيك الدوره بانه غادي ترجع الامور الى حين ايجاد الموارد الماليه اللي غادي بها يقدروا يكونوا بالدواوير كامله، ماشي غير دوار الاراضي ورا الدوار هذه، وانما جميع الدواوير لا الملحقه ولا الموجوده في السقايا باش نقدروا نديروا في القضيه. انا كنتسائل ولكن من هذا السؤال اللي طرحتي غنطرح سؤال اخر هو تقريبا استنكار، هو واش النهار اللي تم التحديد ديال انه ربط هذه الدواوير بالمدار الحضاري الجديده واش ما تمتش الدراسه ديال هذا المشروع؟ واش ما تمش التحديد انه خاص هذه الدواوير بالضبط من اجل ربط هذا المدار الحضاري؟ واش ما حكيتوش الناس بان خاصه واحد الغلاف مالي تيتم؟ لا اعتقد ان المشكله كاين مشكل ديال الغلاف مالي، لان الدليل هو ان 6 ديال المليون ديال الدرهم اللي محدده الان انطلاقا من هذا الشيء اللي كاين، انا تنقول ان هذا المبلغ هذا لا يمكن ان يعوز مدينه ولا يعوز السلطه اللي هي تتمكن من موارد ماليه على الشكل، ولكن اللي كاين هو ان كاين عدم ولا سوء تدبير ديال الماليه اللي كيف ما قلت قبيله ديال ان تتصرف بالمقابل عوض ما ان تخصص لهذه الدواوير من اجل ربطها بالملكه، تتخصص من اجل مواسم ولا من اجل مهرجانات التي لا تدير لاي شيء. ماذا قدمت هذه الدواوير هذه المهرجانات؟ وماذا قدم مهرجان جوهره المدينه الجديده؟ بمعنى ان الخطر الاول دواوير كان المفروض ان تكون عنده دراسه من اجل هذه الحوايج. اذا السؤال اللي طرحته هو انه في الدرجه الاولى كاين هناك واحد المغالطه كبيره. هذه الدواوير ماشي غير 4 اليوم اللي واقفين، انا اعتقد كاين 13 دوار اللي المفروض وهذا حقهم من اجل انهم يستافدوا من الشبكه ديال الربط ومن اجل الماء والكهرباء الى غير ذلك. دونك لا اعتقد ان هذه الماليه تعوز البلديه، ولكن كاين هناك سوء تدبير ديال الماليه. هذا هو اللي ممكن نقول. اخر سؤال تقريبا نقدر نقول، ولو انه الاسئله كثيره في هذا المجال هذا، فهاد الناس هادو اللي كتهضر عليهم كتقول بانه راه من حقهم ومن حقهم سبقوا للمدير ديال الوكاله المستقله للكهرباء لتوزيع الماء والكهرباء الجديده انه الناس الجديده اللي هو طلب التصريح ديال الوكاله بانه من حق اي مواطن انه حق الطلب ديالو انه يحصل على الصالح الشرعي في الشبكه ديال الوكاله. ولكن هو الان امام مأزق لانه ما قدرش ينفذ هذاك الشيء اللي كان راسم به الفيديو. هو الامام مأزق، الناس ما غاتخلص وما غاداش تقدر تهدى لانه خاصه هيكله وخاصه وخاصه وخاصه، وهو الامر اللي كنا سولنا عليه حنا. اذا هنا كيبان بانه راه حتى الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء حتى هي راه محطه في هذا الجانب، يعني عطات فيها اجل ما هو اللي كاين الان اللي ممكن نوضحه، لان الان هذه المأساة ديال هذه الدواوير يتم استغلالها في حمله انتخابيه، يتم المزايده بها بشكل اللي هو عشوائي على مستوى ديال مجموعه ديال المنابر، ولكن واقع على مستوى التطبيق راه ما كاين حتى شي حاجه. نقول نحن الان بشكل اللي هو نهائي يجب الالتزام بما سطر داخل المحضر، هذا واحد. جوج، كفاعبة بمصير ديال الشعب، كفاعبة بمصير ديال 13 دوار، هادو حقوق لي بسيطة جدا. حتى الخطابات ديال الدولة وخطابات ديال الاعتماد الرسمية كلها تحت على ضرورة أن المواطن خصو يعيش، هذه حقوق لي بسيطة وخص الناس ديال أنهم ينخفضوا مباشرة.